السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم وسيم مجوهرات السلام, اختصاصنا وبيع الذهب 18 كاره, وكنديروا لا ليفغيزون المغرب كامل. مرحبا والف مرحبا بكم, كي دايرين؟ وسنة سعيده هي هذيك, الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا ان شاء الله, وبالمزيد من التالق ان شاء الله, واللي كيقرا الله ينجحه, واللي كيخدم الله يسهل عليه, والله يسهل عليكم كاملين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كان شي احتفال ولا والو؟ وحنا راه جالسين حنايا هنا مكاينين اللايفات 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 اللايفات. مرحبا في انتظار الناس اللي دخلوا اول مره لعندنا اللايف. دائما معكم وسيم من مجوهرات السلام, اختصاص ديالنا وبيع الذهب 18 كارو, كنديروا لا ليفغيزون المغرب كامل. اليوم جبت لكم شي هميزات ديال اخر السنه, يعني بمعنى الكلمه شي حاجه اللي زوينه, والثمن اللي غيكون ثمن جد مناسب ان شاء الله وفي متناول الجميع. كلشي غيتقدا هاد النهار بالضبط, غيتقدا ان شاء الله من عندنا الذهب, وكلشي غيشري ان شاء الله الذهب, واللي ما عندوش غيشري حتى هو الذهب. ومرحبا والف الف مرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهرات السلام, الاختصاص ديالنا وبيع الذهب. ومرحبا, كنت واجدو في مكناس برج مولاي عمر. مرحبا بالمجاهدين الحباب ديالنا, مرحبا لاله نسرين, وعليكم السلام وسنه سعيده, الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. لاله اس, عليكم السلام. جهاد, الله يبارك فيك علينا وعليك. أم ريتاج, علينا وعليك ان شاء الله وعلى جميع المسلمين ان شاء الله, سنه سعيده. أم اريج, الله يحفظك. نورهان, مرحبا. نسرين, لاله سميره, وعليكم السلام. لاله لطيفه, الله يبارك فيك علينا وعليك. سي ابراهيم, تحيه لك, داكشي زوين, الله يحفظك. لاله نسرين, تحيه لكم, مرحبا الف مرحبا. بغينا الناس اللي يدخلوا كاملين اللايف يبارطاجيونا في لي جروب ديالهم, وشكرا لكم, وتحيه خاصه للناس ديال المغرب اللي داخل المغرب, والناس اللي خارج المغرب, والناس ديال الدول العربيه كاملين. مرحبا والف مرحبا بكم. وسيم جاولي بغاستي ولي ولا مازال اختي نونا؟ مازال ديال كارشي. انا عاد ما صونيتلوش اليوم, والله ما صونيتلو اليوم, راه انا كنت شويه مشغول في المحل, داكشي علاش. لاله رجاء, وعليكم السلام. لاله حفصه, مرحبا مرحبا مرحبا. يلا بارطاجيو معايا اللايف اليوم, كاين الجديد شي حاجه واعره, كلشي غيشري الذهب. نبغى نبدا لكم ان شاء الله, باش بغيتوني نبدا لكم اليوم, كاين اللي بغاصلي السنس الخفاف ابتداء تقريبا من واحد 700 درهم دي سنسله, بالسنسله دي بتعليقه بالسنسله. كاين خواتم ديال 800 درهم وانت طالعه. المهم اللي بغيتي خواتم ديال المغرب شي حاجه واعره. سي سعيد, وعليكم السلام, مرحبا. لاله نعيمه, مرحبا. لاله حليمه, تحيه ليك, الله يحفظكم. لاله عزيزه, مرحبا, الله يحفظك, سنه سعيده, الله يحفظكم. لاله تيما, مرحبا, تبارك الله, الله يبارك فيك. لاله نسرين, تحيه ليك. مرادي, مرحبا, تحيه ليك. ام نعمان, تحيه ليك, وعليكم السلام. بارطاجيو بارطاجيو اللايف, بغينا كلشي بارطاجي. نبدا لكم اليوم اللايف يكون شي حاجه واعره, شي حاجه تكون طوب واعره, وثمن اللي غيكون جد مناسب ان شاء الله وفي متناول الجميع, لكلشي ممكن يشري معنا الذهب وبثمن اللي غيرضيكم ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا. يلا بارطاجيو باش غنبدا لكم بسنيسلات ابتداء من 700 درهم, وبراسليات اللي غتكون شي حاجه اليوم واعره بزاف, والثمن اللي غيكون مناسب وفي متناول الجميع. بغيتي واحد في اللي بغاصلي جوج, معلك غير دخل عندنا الواتساب 06 52 15 170 69. ومرحبا بالجميع, مرحبا مرحبا مرحبا. يلا شي بارطاج كبير, شي بارطاج, كلشي بارطاجي معنا, شي بارطاج زوين. وغنبدا لكم بالمليح, المليح ان شاء الله, وما كاين غير الاثمنه اللي غتنال الاعجاب ديال الجميع. اللي مزوج ان شاء الله غنعطيو خويتم ديال المغياج. ومرحبا, وري الناس نازل. لا لا ميا طلبتي لنا غير الموجود, ولكن الحاجه اللي عجبتكم بغيتكم في هذا اللايف, اللي عجبت شي حاجه سكريني ويدخل الواتساب. لي زارتيكل قلال, يعني هاد لي زارتيكل اللي غنوريكم دابا راه عندي منه ماشي حبات, قلال بزاف, والثمن اللي غيكون ثمن جد مناسب. عندكم السنسله, السنسله ديال لاله اليوم اللي الثمن ديالها اون بروموسيون, اللي كانت بواحد الثمن غترجع بالثمن ان شاء الله. هذه الثمن ديالها اللي هو 16000 ريال, اللي هي 800 درهم, فيها السنسله مع التعليقه ديالها. الثمن ديالها هو 800 درهم, 16000 ريال, اللي هي 80 اورو. اللي عجباتي ديال السكرين ويتواصل معنا سي واتساب. ومرحبا, هذه السنسله الاولى ب 800 درهم, اللي هي 16000 ريال, 80 اورو. كتجي السنسله رقيقه وفيها بوندونتيف ديال قلب في وسط قلب, غير ب 800 درهم اليوم. اللي عجباتي ديال السكرين ويدخل عندنا الواتساب, 800 درهم كدي كادو اللي عزيز عليك, وبثمن جد مناسب ان شاء الله وفي متناول الجميع. اللي بغى ما عليه غير يدخل عندنا سي واتساب. ومرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. بغينا البارطاج, كلشي بارطاجي معنا اللايف. ديجا هادو غير دي زارتيكل اللي اثمنه فيهم جد مناسبه ان شاء الله وفي متناول الجميع. يلا بارطاجيو واسم جاوب الى اكرام. مرحبا, كاين هذيك كيف قلت لكم راه ب 800 درهم, هي 16000 ريال, 80 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين. ومرحبا, هذه اول سنيسله ب 800 درهم, 16000 ريال, اللي هي 80 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين. ومرحبا, كاينه السنسله
الثانيه اللي شي حاجه غزاله غزاله هذه السلسله اللي نوريكم دابا هذه عندي لونسومبل ديالها يعني اللي بغى لي لونسومبل ديالها كاين هذه الثمن ديالها لي هو 1300 درهم هذه ب 1300 درهم ولكن اللي دخل الاول ليها 1300 درهم فيها شوبار غليظه وفيها بوندونتي على هذا الشكل 1300 درهم هي 26000 ريال اللي هي 130 اورو اللي عجبتي دير لها سكرين او مرحبا 1300 درهم هي 1300 درهم 26000 ريال هذا موديل كيجي غزال بثمن جد مناسب او مرحبا 1300 هذه غزاله لا ليلى الله يبارك فيك مرحبا بك مازال اختي حفصه مازال ما وجداتلكش 1300 درهم هي 26000 ريال 1300 درهم اللي عجبتي دير لها سكرين او مرحبا 1300 ها هي اللي بغا يدير لها سكرين او مرحبا انا كندوز لكم لي زارتيكل عندي بزاف ديال لي زارتيكل بغيت ندوز لكم بزاف باش كلشي يستافد ان شاء الله من هاد لا بروموسيون كاينه هذه الثمن ديالها اللي هو كان ب 36000 ريال اليوم داير الثمن ديالها هو 32000 ريال اللي هي 1600 درهم خميسه فيها شوبار غزاله هادو غافينيتي 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 اورو هادي ب 1600 درهم هي 32000 ريال 1600 درهم هي 32000 ريال اللي هي 160 اورو اللي عجبتي دير لها سكرين او مرحبا اللي استفد من شي حاجه بصحته وراحته 1600 درهم هي 32000 ريال 160 اورو هادي غزاله غزاله هاد الخميسه هادي خطيره وبثمن جد مناسب 1600 درهم 32000 ريال بغيتي سلسله كبيره كاينه اختي موجوده وهادي الثمن ديالها اللي كان ب 44000 ريال اليوم الثمن ديالها اللي هو 1900 درهم هذه غير ب 1900 درهم هي 38000 ريال كتجي فيها بحال الكولي 190 اورو ها هو السلسله ديالها الصح والعمل هذه غير بروموسيون الى غايه يوم الجمعه ان شاء الله هذا تسالى ولكن راه بروموسيون هاد لي زارتيكل عندي حبه حبه من الحاجه يعني اللي جا لشي حاجه بصحته وراحته 1900 درهم اللي هي 38000 ريال كتجي في اللبسه ديالها على هاد الشكل هكا 190 اورو هادي ب 190 اورو اللي هي 38000 ريال يلا هادي اللي جا لها الاول بصحته وراحته حبه وحده مازال لي منها 1900 درهم هي 38000 ريال 190 اورو الا جيتي لها انت الاولى بصحتك وراحتك 1900 درهم كاينه السلسله اللي كانت ب 1900 درهم ها هي ديال الزيكزاك اللي خطيره السلسله اصح ما يكون هذه كانت ب 1900 درهم اليوم دايرين لها غير 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو هذه ديال الزيكزاك 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو كتجي السلسله الصح والعمال والمتانه وعندي وحيده يعني هذه زارتيكل كامل اللي كتشوفوا حبه حبه من الحاجه باش كلشي يستافد ان شاء الله 1500 درهم هذه السلسله اللي بغا كادو للمدام ولا اللي بغا شي حاجه لراسو هذه راه ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو 150 اورو اللي عجبتي ديال السكرين او مرحبا الغزاله هذا الموديل 1500 درهم حتى لي غورميت راه عندي شي حاجه اللي صحيحه وبثمن اللي غير رضي رضيك انت وجيبك ان شاء الله كاينه هذه الثمن ديالها اللي كان 1800 درهم اليوم الثمن ديالها هو 1500 درهم هذه في الغوز هذه الثمن ديالها هو 1500 درهم اختي دعاء اللي بغات لي كاينين مرحبا اختي 1500 درهم هي 30000 ريال كتجي في هذا الموديل هكا 1500 درهم بلس لي كادو اللي كنعطيوكم بلس لا ليفريزون غراتوي 1500 درهم 30000 ريال هي 150 اورو كتجي السلسله على هذا الشكل الصح والعمل والمتانه 1500 درهم 30000 ريال يلا بارطاجيو معايا اللايف بغيت كلشي يستافد هذا النهار كلشي يشري الذهب ان شاء الله 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو 150 اورو هذا الموديل اللي عجبو يدير للسكرين ومرحبا 1500 درهم البغاصليات عندي شي حاجه واعره اليوم عاوتاني والثمن ما نقول لكم حتى غيكون مفاجاه لكم في الاخر ديال اللايف غتكون شي حاجه اللي غزاله وثمن جد مناسب وكاين هاد لانفيني اللي كانت ب 1700 درهم اليوم الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم 28000 ريال 28000 ريال اللي هي 140 اورو 140 اورو هذا الموديل ها هي غزيوله ورائعه فيها اسكيم هنايا مكتوبه وفيها لانفيني هذا الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم سولمون ب 28000 ريال هذه ب 28000 ريال الى غايه يوم الجمعه هذا تسال لكم لا بروموسيون 1400 درهم 28000 ريال 28000 ريال هي 140 اورو عندي دوطخ موديل في لي غورميت كاين هذه اليوم ب 1100 درهم اللي هي ديال الودعه اللي عندي وحيده باقيه لليوم ب 22000 ريال هي 110 اورو هذه ب 22000 ريال هي 110 اورو الا عجبتك يكفيك انك تتواصلي معنا سي واتساب او هذه ب 110 اورو اللي هي 22000 ريال كتجي وديعه وفيها هاد لي بول هنايا حجيرات غزاله وخميسه في التحت ديالها فيها بلاصه زياده ونقصان الثمن ديالهم اللي هو 22000 ريال الله يحفظك اختي دعاء علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله باش ما تمنيتو ان شاء الله كاملين والله يحفظكم الثمن ديالها اللي هو 22000 ريال 22000 ريال هي 110 اورو ها هي وحيده باقيه ليا هادو ديزارتيكل اللي مازال غير حبه وحده
فهاد لي زارتيكل يعني كيكون عندي بزاف دابا كيبقى في الاخر حبه كندير فيهم بروموسيون. كاين هادي ديال الفان كليف الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم فيها وريضه وفيها بلاصه زياده ونقصان خليتها تربح 1400 درهم هي 28000 ريال 28000 ريال ها هي فيها بلاصه زياده ونقصان ودبور هنايا غزاله غزاله هذا الموديل 1400 درهم. وكاين هاد الخميسه هادي اللي كتشوفوا هنايا الثمن ديالها اللي هو 1300 درهم اليوم هادي سولمون ب 1300 درهم هي 26000 ريال 130 اورو هاد لا غورمير وهادي 28 اللي بغيتيها فيهم راه بروموسيون فيهم هادي بلاصه ما ديها ب 1600 درهم كديها ب 1400 درهم وهادي بلاصه ما ديها ب 1500 كديها ب 1300 درهم غوميز ديال 200 درهم في الحاجه بلس لا ليفريزون راه غراتوي يعني كنصيفطوها لكم على حسابنا حتى لباب الدار اولا لابوست اللي قريبه لك وبثمن اللي يرضيك ان شاء الله. هادي ب 1300 درهم وهادي ب 1400 درهم اللي بغاهم يديرو سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا اثمنه اللي في متناول الجميع. كاين هاد الشوبار الرقيقه هادي اللي كتشوفوا الثمن ديالها اللي هو 900 درهم هادي ب 900 درهم سنيسلا اللي عنده بوندونتي بغا لا سنيسلا 900 درهم درهم ثالثة نديرهم في الاخر ان شاء الله. هذه الثمن ديالي هو 900 درهم 18000 ريال 90 اورو 90 اورو اللي هي 18000 ريال فيها شوبار على هذا الشكل 18000 ريال اللي هي 90 اورو اللي عجبتي دير سكرين ومرحبا. ها هي ب 900 درهم اللي هي 18000 ريال 90 اورو ها هي غزاله شوباره اللي عنده تعليقه وبغى يديرها لها خفيفه وزوينه وثمن جد مناسب 900 درهم هي 18000 ريال ديال لا بروموسيون بلاصه ما ديها ب 1300 درهم اليوم غير ب 1900 درهم اللي هي 38000 ريال 190 اورو هيا سنيسلا الصح والعمل والمتانة 1900 درهم. هادو دي زارتيكل اللي غيبقاو لنا حتى الجمعة ان شاء الله حتى لا بروموسيون. وكاين هاد السنيسلات هادو جويجات عندي هنايا الثمن ديالهم اللي هو 1100 درهم 22000 ريال جوج باقيين ليا الثمن ديالهم اللي هو 22000 ريال 110 اورو. يلا الناس اللي دخلوا كاملين اللايف يبارطاجيونا في الجروب ديالهم وشكرا للجميع. 22000 ريال هي 110 اورو سنيسلا ديال السبوله الصح والعمل 22000 ريال ها هي اللي بغا يدير السكرين ومرحبا 110 اورو. عندي شي اونسومبلات خطيرين اليوم ان شاء الله غينالوا الاعجاب ديالكم وبثمن اللي غيرضيكم وثمن جد مناسب 22000 ريال. اللي بغى اللي بغاصلي اللي بغاصلي عندي هاد البراسليات هاد الثلاثه هادو غادايرين لهم 380 درهم للغرام هادو 3 بغاصلي ب 380 درهم للغرام اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا 380 درهم هادو غير اليوم الجمعه ان شاء الله ما اغلبيه كنبيعهم ب 420 هادو الثمن ديالهم اللي هو 380 درهم للغرام اللي جا لهم الاول بالصحه والراحه 380 درهم للغرام هاد الموديل هادو غير بروموسيون الى غايه يوم الجمعه ان شاء الله عدد سالا واللي جا شي حاجه بالصحه والراحه هادو ب 380 درهم فيهم 36 غرام 36 غرام كيطيحوا عليك ب 380 درهم الغرام 13700 درهم 13700 درهم اللي هي مليون و 74000 ريال مليون و 74000 ريال هادو غير ب 380 درهم الغرام يعني الا بغيتي واحد مرحبا بغيتي جوج ثلاثه اللي بغيتيها مرحبا هادي الثمن ديالها اللي هو 13700 درهم مليون و 74000 ريال هادي غير ميزه ديال اليوم هادي ديال 380 درهم الغرام اللي جا الاول بصحته وراحته اللي جا الاول بصحه وراحه 380 درهم للغرام هذا الموديل هي مليون و 74000 ريال هذه اللي دخلها الاول بالصحه والراحه ها هي قبالتكم هنايا وبالصحه والراحه للجميع. عندي جويجات كاينين جويجات عاوتاني الناس اللي عندهم طاي صغيره ديال اليد يعني 5.5 تقريبا 7 5.5 5.7 ها هما 380 درهم ها هي ب 4800 درهم هاد الجوج هادو 4800 درهم على سوم 380 درهم للغرام ولكن هاد لا بروموسيون كيف قلت لكم راه الى غايه يوم الجمعه هادو خلاص القياس ديالهم هو 5.5 يعني من لهنا لهنا تلقاي 5.5 ولا 5.6 الثمن ديالهم اللي هو 4800 درهم 76000 ريال 76000 ريال الله اللي بغاها اللي بغا واحد مرحبا اللي بغا جوج مرحبا 76000 ريال اللي هي 480 اورو بغينا الناس كاملين اللي معنا في اللايف يبارطاجيو حقاش هذا اللايف هذا خاصه الناس ديال اللي باغيين يشريو الدهب في هذه الوقيته راه الثمن لو خطر الدهب راه حنا مهبطين بزاف بروموسيون فيهم هادي الثمن ديالها اللي هو 4800 درهم 76000 ريال جويجات الا بغيتي واحد مرحبا 4800 درهم 76000 ريال 76000 ريال اللي جا الاول بالصحه وراح كاينين هادو حتى هما عاوتاني ديال 380 درهم ها هي بروموسيون عندنا اليوم غير 380 درهم للغرام هذا الموديل الثمن ديالو اللي هو 3250 درهم بلاص ما دير ب 3500 درهم اليوم الثمن ديالو اللي هو 3250 درهم الصح والعمل والمتانه هذا الدور كيف كنقول لكم 18 19 20 يعني ثلاثه القياسات يقدروا يلبسوهم 3250 درهم بقى لنا واحد فيهم ها هو اللي جا له الاول بالصحه والراحه الثمن ديالو اللي هو 3250 درهم
3250 درهم على سوم 380 درهم للغرامات البغاصلي، على سوم 380 درهم للغرام غزال 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 بزاف وثمن جد مناسب. ها هو وكاين هذا الموديل، هذا الثمن ديالو اللي هو 2900 درهم، حتى هو على سوم 380 درهم للغرام، 380 درهم للغرام. اللي بغى شي حاجه يدير السكرين ومرحبا. الدوره 18 هذا فيه، هذا ديال التخرم 2900 درهم، فيه في الغراماج ديالو اللي هو 7.7، الثمن ديالو اللي هو 2900 درهم، 2900 درهم هي 58000 ريال. كيجي الثمن ديال 380 درهم للغرام، وبروموسيون هذا الى غايه يوم الجمعه، يعني استغلوا الفرصه ما حدنا فيها لا بروموسيون الى غايه الجمعه. واللي بغى شي حاجه مرحبا، هادو ديال 380 درهم للغرام. يلا ها هما ثلاثه ديال الحوايج دوزناهم. كاين هاد لي دو بغاصلي حتى هما باقيين ليا، هادو كانوا عندي بزاف منهم تبارك الله، خداهم الناس واللي خداهم اكثر من الثمن اللي غنقول لكم. الثمن ديالهم دابا اللي هو 4700 درهم، 4700 درهم اللي هما جويجات ب 4700 درهم، 94000 ريال. كدي دو بغاصلي بثمن واعر 4900 درهم، 4800 درهم هي 96000 ريال، 4800 ولا 3800 هي 76000 ريال، 3800 هذا، المهم 380 درهم للغرام اختي، 4700 درهم هادو، 74000 ريال، اخطيرين هادو كيف كتشوفوا، لي غزالين وثمن جد مناسب، هادو ب 4700 درهم، 74000 ريال كيجيو جويجات بثمن جد مناسب، هادو بالغرام، 4700 درهم ولكن غير هاد الموديل اللي كنوريكم دابا، 4700 درهم، 74000 ريال، هادو الدورة 18، اللي بغى واحد مرحبا، راه ما كاين حتى مشكل، راه كلشي بغينا يلبس هاد النهار. بغينا هاد السيمانه المغرب كامل ان شاء الله يستافد من هاد لا بروموسيون، واللي عنده اللي ما عندوش يلبس معنا ان شاء الله. كاينين هادو ب 4800 درهم على سوم 380 درهم للغرام، 4800 درهم 96000 ريال، 4800 درهم هي 96000 ريال. ها هما كيفاش كتشوفوا غزال غزال هاد الموديل، هادو باش تكونوا عارفين الثمن ديالهم هو 420 450 درهم باش كندوزوهم للغرام. هاد لي موديل ديال التخرم مع راه طالع الذهب دابا، دابا دايرين لهم غير 380 درهم، يعني ثمن موحد باش كلشي ان شاء الله يستافد من هاد لا بروموسيون اللي دايرين لكم. هادي ب 4800 درهم 96000 ريال، هادو بلاصه ما ديهم 5300 درهم ناقصين لكم بزاف، 4800 درهم هي 96000 ريال بروموسيون، الدوره فيهم 17، الدوره 17، 4800 درهم هي 96000 ريال. اللي بغاهم اه ميزه واعره. هادي عندكم هادو، هادو غزالين حتى هما عاوتاني شي حاجه الصح والعمال. كاينه هادي غزاله غزاله، الثمن ديالها اللي هو 4350 درهم، 4350 درهم بلاصه ما ديها ب 5000 درهم غاديها اليوم غير ب 4350 درهم، ها هي بروموسيون. ولكن اللي بغى شي حاجه يدخل عندي هو الاول، هادشي كي كنقول لكم راه ما عنديش لي زارتيكل بزاف. هادو الثمن ديالها اللي هو 4350 درهم، 4350 درهم اللي هي 87000 ريال، 87000 ريال، 4350 درهم. ها هو هذا بغاصلي ونباله، هذا نباله كي كتشوفوه كيجي غير واحد في اللبسه ديالو، هذا غزال 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 بزاف وثمن مروعه وثمن جد مناسب، شي حاجه الفن. الثمن ديالها اللي هو 4350 درهم، كلشي الثمن ديالو ثمن جد مناسب. صافي وسيم سعيده، داكشي خطير ما شاء الله، شحال ديك الكافيه بوحده. مرحبا اختي ايا، غنعطيك الثمن ديالها اللي بغيتي اختي، مرحبا الف مرحبا بي. عندنا واحد الشريط لا فيها 10، هذه حتى هي همزه ديال اليوم، ولكن اللي جا الاول المهم هادشي غنشوفو اللي غيجي الاول. هادي جوج المليون و 120000 ريال، هادي جوج المليون و 120000 ريال، هادي بالنسبه ليها راه واعره. المهم الناس راه عارفين شحال تخداهم المره اللي دازت، هاد المره هادي ناقصين لكم تقريبا 2000 درهم ولا 3000 درهم فيها. الثمن ديالها اللي هو جوج المليون و 120000 ريال، ها هي فيها 10 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9 لا عندي 10 فيها، خصها تكون فيها 10، نشوف لكم شحال. هادو فيهم 10، نعاود لكم الثمن ديالهم، كنا ناقصين واحد. هادو كيفاش كنقول لكم 3 د المليون، هادو 3 د المليون قل شي 100 درهم. المهم 3 د المليون هادو 3 10 ديال الخيوط، ها هما اللي جالهم الاول بالصحه والراحه كانوا دايرين 33000 درهم، دابا راه دايرين 30000 درهم اللي هي 3 د المليون. غير هادو اللي بغى 3 مرحبا، اللي بغى 4 مرحبا، ولكن كامله كديها بثمن جد مناسب. 3 د المليون قل 100 درهم، ها هي 3 د المليون قل 100 درهم. وسيم خاتم ديال كوميت ديال خاتم ديال جاكوار، ديال جاكوار ما عرفتوش واش عندي ولا باقي جبته ولا مازال. هادو الثمن ديالهم هو 3 د المليون، هادو اللي جالو من الاول بالصحه والراحه. 3 د المليون اللي بغى الكراماج يدخل عندي سيغ واتساب، 3 د المليون اللي هي 30000 درهم، 3000 اورو تقريبا.
ها هي كيفاش كتشوف؟ لا بغيتي اختي كادري حنا هنا خمسه، بغيتي خمسه مرحبا، بغيتي اربعه مرحبا، اللي بغيتي اختي. ولكن هكا 10 كديها اون بروموسيون، فهمتي؟ كديها بثمن ديال لا بروموسيون اللي داري لكم. ها هما الثمن ديالها اللي هو 3 د المليون قل 100 درهم. ها هي غزاله 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 بزاف. اللي جا الاول ودخل البريفي بالصحه والراحه، 3 د المليون اللي هي 3000 اورو تقريبا، 3000 اورو تقريبا. اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا بالجميع. اللي بغى لي براسلي ديال شانيل، ديال شانيل اليوم فيهم بروموسيون اللي هي هذه. ها هما الثمن ديالهم اللي هو كان مليون و20 الف ريال، اليوم الثمن ديالهم اللي هو 195 الف ريال. هادو ثلاثه ديال لي براسلي ب 195 الف ريال. ها هي اللي دخل الاول هذه كانت مليون و20 الف ريال، اليوم الثمن ديالها اللي هو 195 الف ريال. 195 راه ناقصاكم تقريبا 25 الف ريال، 25 ناقصه في هاد لي 3 براسلي. الثمن ديالهم هو 195 الف ريال. اللي جا لهم الاول بالصحه والراحه 195 الف ريال، بروموسيون الى غايه يوم الجمعه 195 الف ريال. ها هما ثلاثه ديال لي براسلي شانيل شي حاجه الصح والعمل والمتانه 195 الف ريال، بروموسيون خطيره بثمن جد مناسب 195 الف ريال. اللي جا لهم الاول بالصحه والراحه، ها هما الدوره 18 هادو اكد عليكم، الدوره 18 فيها راه داخله في لا بروموسيون، ناقصاكم 25 الف ريال فيها، راه الثمن ديالها غير 195 الف ريال. الا بغيتي جوج ولا واحد مرحبا. كارتيك كارتي عندي اليوم حتى هي اون بروموسيون اللي الثمن جد مناسب ان شاء الله. هذه كانت ب 11500 درهم، هادو الثقالين 11500 درهم، اليوم الثمن ديالهم اللي هو 10500 درهم. وليت كنخاف نجي كلشي زوين. الله يحفظك اختي إلهام، ما حالكم؟ هذا ما تحتاجيش، هذا راه ما حالكم. 10500 درهم اللي هي بمليون و10000 ريال اللي هي 1050 اورو. وسيم بالدرهم عافاكم كنعرفوا، المهم كنعطيكم بالدرهم بالاورو بكلشي. 10500 درهم اللي هي بمليون و10000 ريال، دخل الواتساب اختي فوزيه، انا نحيدك النيميرو ديالك، النيميرو ديالي ايبانكلي لكم في لاباج، ودخلي عندي اختي الواتساب. مرحبا. الثمن ديالها اللي هو 10500 درهم اللي هي بمليون و10000 ريال، ثلاثه البراسليات هادو غير بثلاثه المليون، بمليون و10000 ريال اللي 1050 اورو. اللي بغاهم يدخل عندي سيغ واتساب ومرحبا. هادو غير ميزه، هادو غير ميزه، هذه ب 10500 درهم، وهذه الثمن ديالها اللي هو 9000 و المهم جايب 195 الف ريال، المهم نقولوا مليون قل 5000 ريال. هذه ولكن كانت بمليون و مليون و20 الف ريال، ولكن غير بروموسيون. هادو بروموسيون اللي كتشوفوهم غزالي، اللي جا لهم الاول بالصحه والراحه ومرحبا. يلا بارطاجيو معايا اللايف، الناس كاملين يدخلوا، اللي بغى واحد كيف كنقول لكم مرحبا، اللي بغى جوج مرحبا، اللي بغى ثلاثه مرحبا، اللي بغيتوها مرحبا بكم. هادو اللي كانوا ب 9500 درهم، اليوم الثمن ديالهم اللي هو 8800 درهم، هادو ب 176 الف ريال، كانوا ب 9500 درهم. ها هي ثلاثه ديال اللي بغاصلي ديال الاكس 8800 درهم، اللي هي 176 الف ريال، 176 الف ريال. اللي عجبو يدير لهم سكرين ومرحبا. 176 الف ريال اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. 176 الف ريال الثمن ديالهم اللي كان 190 الف ريال، اليوم درنا فيهم بروموسيون اللي هو ب 176 الف ريال، اللي هي 8800 درهم، 880 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين ومرحبا. هادو ثلاثه هما في الهميزات ديال اليوم، يعني الى غايه يوم الجمعه هذا تسال لكم هذا بروموسيون ومرحبا. ها هي الثمن ديالها اللي هو 8800 درهم، 176 الف ريال، 176 الف ريال بروموسيون. كاينه هاد كولي هذا ديال دغافينيتي كان 124 الف ريال، اليوم الثمن ديالو اللي هو 5800 درهم، 116 الف ريال، فيه الخاتم والحلقات وكيف كتشوفوا السلسله والتعليق. البنات والله ما غاتندموش، ما شاء الله تمنوا كلشي. الله يحفظك اختي إلهام، تحيه ليك، سلمي على الوالده، الله يحفظك، الله ينورك. هذه الثمن ديالها اللي هو 5800 درهم، 116 الف ريال، 580 اورو، 580 اورو فيهم الخاتم والحلقات والبوندونتيف والسلسله، بلاص 124 الف ريال، اليوم دايرين لهم 116 الف ريال. هذه غير بروموسيون تاهي فيها 116 الف ريال. يلا اللي بغى، اللي بغى اصلي عاوتاني التلاتوات ولا الوحدات، راه كلشي واجد عندي اليوم. يلا بغينا غير البارطاج، وغندوز لكم شي تلاتوات خطيرين خطيرين، شي بلاص شي لعيبات غندوز لكم واعرين بزاف. اللي بغى تقل عاوتاني جاوبني انا ام نبيل، واش كاين خاتم ما فيهش حجر صحيح؟ حميزه كاينه لالا ام نبيل مرحبا. كاينه الهمزه، هاد الهمزه هادي واعره، المهم اللي غيستغلها بصحته وراحته. هادي الثمن ديالها اللي كان، انا نشوف لكم الثمن ديالها اللي كان 17000 درهم. هذا دي موديل اللي كيكونوا ما فيهم لا حجر بزاف، كيكون يلاه فيهم هاد الفراشه هكا، فيها شوبار كي كتشوف الشوبار ديالها كبيره، غزاله غزاله واعره. انا نوريكم السلسله بوحدها، شوفوا السلسله بوحدها كيفاش داير، اللي بغى السلسله بوحدها مرحبا. هادي كامل اللي كانت ب 17000 درهم، ناقصين فيها اليوم 1000 درهم، اللي هي الثمن ديالها اليوم ب 16000 درهم. هادي ب 16000 درهم اللي هي بمليون و120 الف ريال،
الله يحفظك يا لاله نورهان، شكرا لك بزاف على البارطاج ديالك. هذه اليوم الثمن ديالها اللي هو بمليون و120 الف ريال، مي هذه راه ثقيله، شوبار اللي بغاها شوبار كيفاش دايره الثقيله، هذه مدوبله، كل شيء مدوبل فيهم، الخاتم مدوبل، البغاصلي مدوبل، حتى هو كيبان لكم مدوبل من هنايا، يعني الصح والعمل. الثمن ديالها اللي هو 16000 درهم، مليون و120 الف ريال، بروموسيون الى غايه يوم الجمعه ان شاء الله عاد ساله، مليون و120 الف ريال، الصح والعمل والمتانه. هذا بمليون و120 الف ريال، هي 16000 درهم بلس 17000 درهم، ناقصكم 1000 درهم ناقصكم في الارتيكل، 1000 درهم ناقصه في الارتيكل، الثمن ديالها اللي هو 16000 درهم، مليون و120 الف ريال. هي مدوبله، فنه فنه هاد التعليقه هادي، بغيتي تلبسها على هاد الفاس هكا كتجي غزاله، وعلى هاد الفاس فيه فراشه، الصح والعمل. يلا ها هي سكرينيوها، مليون و120 الف ريال، هادي غير ميزه اليوم الجمعه ان شاء الله، ونتمنى حظ موفق للجميع ان شاء الله يستافد من هاد لا بروموسيون اللي داير لكم. انا بغيت هاد النهار هذا كلشي يدير كومون عند هيبيه اللي في مكناس، اليوم درنا لكم راه تامن جد مناسب، ومرحبا بالجميع اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاينه هاد لا بروموسيون هادي اللي كانت ب 8500 درهم، اليوم الثمن ديالي هو 8000 درهم، هادي اليوم الثمن ديالي هو 8000 درهم، 160 الف ريال، ولكن الصح والعمل 160 دمليج عصر الصابون، مرحبا للرقيه اون بروموسيون، تا هو ها هو هذا الثمن ديالي هو 160 الف ريال. كتشوفوا لا غورميت السلسله اللي فيها 3 4، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف. كاينه لا غورميت اللي هي على الشكل هكا، فيها خريشات، الثمن ديالها كامله ب 8000 درهم، هذه حبه اللي بقات لي، هذه خلاص تبارك الله زينه وداوها الناس وشكروها لنا، الثمن ديالها اللي هو 8000 درهم، 160 الف ريال، اللي هي 800 اورو، اللي عجبات يدير لها سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. 8000 درهم اونسومبل، بغيتي خاتم بوحدو مرحبا، بغيتي حلقات، بغيتي اي حاجه بوحدها مرحبا. هادو الثمن ديالهم اللي هو 8000 درهم، 160 الف ريال، 800 اورو. اندريا شي سلب 1000 درهم، مرحبا للاندريا، وكاينين موجودين، هذه كامله ب 8000 درهم اللي هي 160 الف ريال، هي اللي جا الاول بالصحه والراحه، 8000 درهم فيها الخاتم اللي فيه ثلاثه دلويات، الحلقات ثلاثه دلويات، هذه كوم ميم كي بحال هادو، وهذه فيها اربعه دلويات، هذه كبيره، هذه غزاله، 8000 درهم 160 الف ريال، هذه 160 الف ريال اللي هي 800 اورو، اللي عجبات يدير لها سكرين ومرحبا. اثمنه واعره، هذا عاوتاني غنجيب لكم الضخامات، هذا كيدوخ، هذا لونسومبل هذا اللي غنوريكم دابا اونسومبل اللي كيدوخ، يعني راه من تلبسيه تعرفي راسك لابسه الذهب ولابسه الخدمه البراويه. هذا كومبلي كامل 15000 درهم، هذا كامل ب 15000 درهم، ولكن بغاصلي تبارك الله غير بوحدو راه ما شاء الله تبارك الله، 15000 درهم ليا بمليون ونص، هادو غير لا بروموسيون ديال نهايه راس السنه، 15000 درهم بلس 16000 درهم ناقصه 1000 درهم فيه، هذا ب 15000 درهم اللي هو غزال غزال رائع هذا الموديل هذا. اللي بغى اي حاجه في هاد لي زارتيكل الحلقات، اللي بغى شي حاجه مرحبا، بغيتي غير هادشي اللي هنايا مرحبا، بغى بلا بغاصلي مرحبا. 15000 درهم ليا بمليون ونص، 1500 اورو تقريبا، 1500 اورو، غزال غزال هاد الموديل هذا، اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 15000 درهم ليا بمليون ونص، كيجيب غاصلي خطير، ها هو غزال غزال هاد الموديل هذا، 15000 درهم، الخاتم على هاد الشكل هكا، والحلقات والبوندونتيف والسلسله، 15000 درهم. لالا ريما الله يحفظك، الله يبارك فيك علينا وعليك، باش ما تمنيتي ان شاء الله. الثمن ديال هادو اللي هو 15000 درهم، مليون ونص، 1500 اورو، ها البغاصلي كيفاش كيجي، الصح والعمل والمتانه. 15000 درهم ليا بمليون ونص، 1500 اورو، 1500 اورو، هذا اونسومبل خطير وزوين وثمن جد مناسب. يلا بارطاجيو معنا، واخا شي شويه الثمن زايد شي شويه فيه، مي تقيقل، ماشي زايد زعما، راه الثمن داير معكم تقريبا الثمن ديال الجمل هاد النهار هذا. بغيت كلشي ان شاء الله، انا بغيت نفرح كلشي اللي عنده مهمته حتى هي يفرحها له، اللي عنده المدام يفرحها، المهم كلشي تفرح هاد المره. كاين هاد لونسومبل هذا كامل الثمن ديالو اللي هو 6900 درهم، هذا ب 6900 درهم، كي كتشوفوها هو لونسومبل خطير، هو بحلقاته بسلسله لا غورميت ديالو ب 6900 درهم، هي 690 اورو، 690 اورو، ها هو لونسومبل كامل فيه بغاسلي والسلسله كي كتشوفوا، ها هي السلسله غزاله غورميت 6900 درهم، عرفنا فين حطينا الحلقه، ها هي ها هي ب 6900 درهم اللي هي 690 اورو، هذا كومبلي ب 6900 درهم اونسومبل، اللي بغى يفرح المدام راه مرحبا و1000 مرحبا، عسل الصابون مرحبا، انا نقول لكم 6900 درهم هي 690 اورو، اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا، 6900 درهم هي 690 اورو، اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. ها هي غزال هذا الموديل هذا اونسومبل، فيه بغاصلي شي حاجه خطيره، ولكن حبه وحده تبارك الله، هذا كنجيب منه دائما، ولكن راه بقات لي حبه وحده داير فيها بروموسيون. هذو الثمن ديالهم اللي هو 6900 درهم، 690 اورو، ها هي لا غورميت لونسومبل كامل، ها هو على عينيكم، 6900 درهم اللي هي 690 اورو، اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا. حلقه ديال ديما مرحبا.
بغينا كلشي بارطاجي معنا. عندي واحد الخاتم حتى هو دقيق قالو زويون يعني شي حاجه مليح. الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. هذا ب 70000 ريال اللي هي 3500 درهم. هذا خاتم المغياج ولكن شي حاجه لهبال 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 350 اورو. هذا اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا، راه غير ميزته هو 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 350 اورو. هذا اللي غتلبسو بصحته وراحته 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 350 اورو. هذا الثمن اللي جد مناسب وفي متناول الجميع ان شاء الله، هنا الاعجاب ديال الجميع. يعني هاد لا بروموسيون بغيت كلشي يستافد منها، يعني انا بغيتكم تستافدوا. الله يحفظك السي زكريا احسن ذهبي في ازرو، الله يبارك فيك اخويا الحبيب، علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله وبشي حجه المالين الدار، وهاد السنه تدخل عليك بالصحه والسلامه وبالمزيد بالرزق ان شاء الله اخي. الثمن ديال هذا اللي هو 3500 درهم 70000 ريال 70000 ريال. هذا الموديل اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا والف مرحبا بكم، الثمن اللي جد مناسب وفي متناول الجميع. لا بروموسيون دائما كيف قلت لكم الى غايه يوم الجمعه ان شاء الله. وها الانسمبل الخطير هو هذا، هذا كيف قلت لكم راه اونسومبل لي ما شاء الله تبارك الله، شي حاجه موديلات الاخرى ديال كارتي تقريبا. هادو موديلات ديال دياغول الصح والعمل والمتانه، هادو الصح والعمل والمتانه كيف كنقول لكم. الثمن اللي جد مناسب وبروموسيون انتوما على البروموسيون الغزاله هي هذه. هادي الثمن ديال هذا كيف كنقولوا ريه لكم، الثمن ديالو 11500 درهم مليون و30000 ريال، مليون و30000 ريال 1150 اورو، 11500 درهم كيجي ها هو البغاسلي ديال دياغولد. هذا الثمن ديال اللي هذا الجديد 11500 درهم اللي هي بمليون و 11500 هي مليون و 30000 ريال. هذه الثمن ديالها اللي هو بمليون و 30000 ريال، مليون و 30000 ريال هي 11500 درهم كيجي دياغولد. دياغولد يلاه بارطاجي كلشي اللي معايا في اللايف بارطاجي، راه الثمن اللي يجي مناسب ان شاء الله في متناول الجميع. 11500 درهم ليا مليون و 30000 ريال، مليون و 30000 ريال لا بروموسيون لي غزاله 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 غزاله، وثمن لي ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. شنو بغيتو نزيد نوريكم؟ اشنو بان لكم نوريكم خويتمات ديال 700 درهم ديال لي زاليونس ديال الزواج؟ شي حاجه خطيره عندي عاوتاني، ولكن بغينا البارطاج. انا البارطاج هو اللي غيحمقني، خصني تكونوا كتبارطاجيو معايا. وريكم شي خويتمات خطيرين بثمن اللي غديهم للوالده ان شاء الله، وبثمن اللي غيعجبكم بزاف بزاف، يعني شي حاجه خطير. كاين هاد لي 3 بغاسلي، هادي اللي بغات تمتع راسها ولا يمتع راجلها، عندي لكم هاد لي بغاسلي خطيرين 12800 12800 هاد لي بغاسلي، ثلاثه ديال لي بغاسلي ب 12800 درهم، 12800 درهم اللي هي مليون و 56000 ريال. ثلاثه ديال لي بغاسلي الصح والعمل والمتانه، اللي عجباتي يدير لها سكرين اي تواصل معنا سير واتساب. مرحبا والف مرحبا بكم. الثمن ديالو اللي هو 12800 درهم، مليون و 56000 ريال، مليون و 56000 ريال هي 12800 درهم. كات ديال لا ثلاثه ديال اللي بغاتلي الخطار، شي حاجه الفن وزوينين. 12800 درهم اللي هي مليون و 56000 ريال، اللي عجباتي دير السكرين ويدخل عندنا سير واتساب ومرحبا. مليون و 56000 ريال هي 12800 درهم، هادو مدوبلي من الداخل. 12800 درهم ليا مليون و 56000 ريال، اللي بغى يبرع المدام راه شي حاجه خطيره وزوينه وثمن جد مناسب. 12800 درهم ليا مليون و 56000 ريال الهبال، شي حاجه واعره. انا مازال ما دوزت لكمش واقيلا خويتمات، خويتمات لا لا، عندنا خاتم خطير، هذا واعر بزاف كي كتشوفوا، خطير خطير. الثمن ديالو اللي هو غير 50000 ريال، بلا 60000 ريال، 50000 ريال هي 2500 درهم، 2500 درهم. كدي بغاس خاتم لي محجر هكا غزال غزال بيان سيغتي 2500 درهم ليا 250 اورو ليا 50000 ريال، هذا غير ب 50 اختي داير شي حاجه طوب. 2500 درهم خاتم ملي كتلبسيه كتعرفي راسك شنو لابسه، 2500 درهم ليا 250 اورو 50000 ريال، عندك خاتم كتلبسيه وتنسايه. هادي الثمن ديالها اللي هو 2500 درهم 250 اورو، 250 اورو اللي عجباتي دير لها سكرين ومرحبا. وكاين هذا الثمن ديالو اللي هو 46000 ريال بلاصه 50000 ريال، اللي هما 46000 ريال اللي هي 2300 درهم، 2300 درهم اللي هي 230 اورو، اللي عجباتي دير السكرين ومرحبا. 2300 درهم هي هذيك 2300 درهم، عاد غنزيدكم الراد كود ديال المرضي ومرحبا ام اسراء، عندي 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 الراد كود العنق بروموسيون تاعي اليوم 2000 و من راد كود العنق غادي نقول لكم في الاخر الهميزه اللي داير لكم فيها، ولكن غنقول لكم واحد الشرط فيها. هذه الثمن ديالها اللي هو 2000 و100 درهم اللي هي 2 و ماشي 2000 2300 درهم 46، ها هما الهميزه الهميزه ثم الهميزه اللي بغيتيها لاله عندنا، ها هما خويتمات الصح والعمل.
كاين هذا الخاتم هذا 1800 درهم، هادو خويتمات ديال 1800، هذا وهذا راه سولمهم 1800 درهم، هي 1836000 ريال، هادو ب 36000 ريال اللي عجبتي دير لها السكرين ومرحبا، 36000 ريال هادو الفراشة، أما هذا راه ب 2300 درهم وهذا ب 2500 درهم، هادو غير ميزة إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله هذا غتسالا لكم بروموسيون، ولكن بغيت كلشي إن شاء الله يتقدى، كلشي اللي بغى يدير كومونت حتى السيمانة الجاية ما كاين حتى مشكل، ما يكون لا كونفيرماسيون معنا ومرحبا ألف مرحبا بكم، هذا ب 2300 درهم 46000 ريال، وهذا ب 2500 درهم وهذا ب 1800 درهم اللي 1800 درهم كديه شي حاجه خطيره. ها هما الخويتمات الصح والعمل والمتانه، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا سير واتساب غندوز لكم الصح. هذا يا لاله عندي خويتم خطير، هذا اللي ما كيتسالاش بعد هذا الموديل، هذا كنطلبوا دائما وثمن جد مناسب، الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم، هذا ب 3000 درهم خويتم حجر زويون بيان سيغتي 3000 درهم هي 3000 درهم 300 غو تقريبا، 3000 درهم هي 60000 ريال اللي عجبتي دير لها السكرين ومرحبا، خاتم الصح يعني مي كتشري كتشري الصح. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 3000 درهم 60000 ريال اللي عجبو يدير السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا، 3000 درهم اللي هي 3000 درهم 3000 درهم كدير الفن، الفن ديال السلعه هي هذه، هذا هو الفن ديال السلعه، 3000 درهم اللي هو 3000 درهم 60000 ريال الصح والعمل والمثال، 3000 درهم هي 60000 ريال 3000 درهم. خاتم مين كتلبسيه واعر كتعرفي راسك شنو لابسه، كاين هذا الكلو هذا اللي غني على التعريف، هذا كلو ومحجر حتى هو 4000 درهم هي 4000 درهم 80000 ريال، ولكن راه ما شاء الله 4000 درهم هي 80000 ريال 400 غو اللي عجبتي دير لها السكرين ومرحبا 1000. وعاد غندوز لكم الخويتمات اللي غايكونوا اون بروموسيون عندكم اليوم، شي حاجه اللي زوينه 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 زوينه، والثمن اللي ثمن غيعجبكم بزاف، ولكن بغينا البارطاج، هذه غير مزيان اللي غندوز لكم دابا، هذه 4000 درهم، هذه ب 4000 درهم اللي كتشوفوا الثمن ديالها اللي خطير خطير خطير، انا ندوز لكم دابا هذه الهميزه اللي ها هي 1 2 3 4 5 6 7 ديال الخواتم، 7 ديال الخواتم الثمن ديالهم كاملين كومبلي اللي بغيتيه فيهم الثمن ديالو اللي هو 1150 درهم، هادي ب 23000 ريال كدي خاتم للميمه ديالك، راه 23000 ريال راه ما خسرش في الوالده الا بغيتو ولا المدام، كدي خاتم براس ما دي ب 1500 درهم اليوم الثمن ديالو اللي هو 23000 ريال، هادو دي باك ديال 23000 ريال اللي هي 1150 درهم، هادو ب 1150 درهم اللي عجبات شي حاجه ديال السكرين او يتواصل معنا سير واتساب ومرحبا، 1150 درهم 1 2 3 4 5 6 7 اللي دا جوج كنقسم 100 درهم خلاص، المهم اللي بغى شي حاجه 1150 درهم. ها نتوما 1 2 3 4 5 6 7 عقلوا معايا على هاد لي بري ديال هادو ب 1150 درهم هي 23000 ريال 23000 ريال كدي اما هذا ولا هذا ولا هذا ولا ليفريزون غراتوي بلس الكادو اللي كنعطيوكم 23000 ريال اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. ها هي لا بروموسيون كي كتشوفوا، ها هي البروموسيون هي هادي 23000 ريال، ها هي غزاله والصح والعمل والمتان، عندي ليكم تقريبا انا نوريكم واحد لي غادكو كي غتشوفوهم، كاينه هادي 370 درهم الغرام، هذه ديال 450 درهم ها هي كي كتشوفوا هنايا، هذه راه اللي بغى يخبي فلوسو راه هي هذه، الثمن ديالها اللي هو 370 درهم الغرام، ولكن اليوم غنحسبها لكم بمناسبه نهايه السنه هي 350 درهم 350 درهم الغرام، هذه واحد لارتيكل واحد اخر، المهم ثلاثه ديال لي زارتيكل ب 350 قل من ثمن الذهب دابا، يعني ثمن اللي ثمن رفيع بزاف، هذه فيها 32 غرام 350 درهم 350 11200 درهم 11200 درهم اللي هي بمليون و 24000 ريال، مليون و 24000 ريال كدي شي حاجه اللي واعره وثمن اللي جد مناسب فيها البيض هنا باش تكونوا عارفين، وهذا الصفر الثمن ديالها اللي هو 11200 درهم، مليون و 24000 ريال اللي هي 1120 اورو تقريبا، الى عجبتك ديري لها سكرين ودخلي عندنا سي واتساب ومرحبا. ها الهمزه عاوتاني الثالثه الثانيه، هذه الهمزه الثانيه اللي بغيت عليها واحد شويه ديال البارطاج، كلشي بارطاجي هذا النهار هذا وغنعطيكم الثمن ديالو اللي واعر واعر وهاز الذهب المليح المليح كيبيع المليح. ها نتوما لالا تشوفي شي حاجه اللي فنه وبثمن هذا، هذا انا لالا اللي غنخلع شي شويه ولكن راه زين 85 ونص، هذا غندير لكم اليوم عليه 350 درهم للغرام، هي كيجي جوج المليون قلت ثلاثه المليون قل 100 درهم، ثلاثه المليون قل 100 درهم المليح، ها هو 3 المليون اللي قل 100 درهم الصح والعمل. تبارك الله تبارك الله على هذا الصانع اللي صنع هذا الشيء، هذا الفن الفن. ها انتم كيفاش كتشوفوا 3 المليون قل 100 درهم اللي هي بمليون
مليون ومليون وقل 100 درهم يا هذيك جوج د المليون و198 الف ريال، جوج د المليون و198 الف ريال اللي هي 3 د المليون قل 100 درهم. ها هو الغزال غزال 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 بزاف. ومازال نزيدكم مازال نزيدكم، بغينا غير البارطاج وان شاء الله كلشي غيربح معنا وكلشي غيستافد من هاد لا بروموسيون. اللي عنده شي فلوس يجبدهم لدابا لهذا، راه تحطي فيه فلوسك وتربحي فيه مع الوقت. هذا الثمن ديالو اللي هو 3 د المليون قل 100 درهم، 3 د المليون قل 100 درهم. غزال 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 ما شاء الله تبارك الله، المليح 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 المليح. لا لا ها هو 3 د المليون قل 100 درهم اللي هي 2 د المليون و198 الف ريال. ها هو ثمن المضمه ان شاء الله، ولكن علاش من المضمه؟ المضمه دايره 3 د المليون، المضمه راه اللي ما كتستمد ديريها سلفوق. هذا 3 د المليون و198 الف ريال، شي حاجه رائعه. هذا 350 درهم للغرام، انا علمتكم. ها هي لا غورميت الفنه، ها هي اللي طلبوها لي انا، جبتها لكم عاوتاني. شوفوا شحال دايره الثمن، هذه عاد وصلات. هذه لاله الثمن ديالها اللي هو اليوم غير 7000 درهم، هذه ب 7000 درهم اللي هي ب 140 الف ريال. 140 الف ريال لاله، شي حاجه الفن لا غورميت اللي تلبسيها وتعرفي راسك شنو لبستي. الثمن ديالها اللي هو ب 140 الف ريال، 7000 درهم غورميت الصح والعمل والمتانه. باش نهنقوش من نيح السي ميلود ان شاء الله، دابا تخرج ان شاء الله، دابا تخرج اخويا. الثمن ديالو اللي هو 140 الف ريال، هادي غورميت الصح والعمل والمتانه. دي غورميت انا كنبعد يدي ما كنقربش باش يبان لكم داكشي عن بعد كي داير. 140 الف ريال عنده بحال ما بعثوا على قبل. الله يخليها لك اختي عابره سبيل، الله يخلي لكم ميماتكم، الله يحفظهم لكم، الله يعطيهم شي حجه ان شاء الله. هادي الثمن ديالو اللي هو 140 الف ريال، هي 7000 درهم 700 اورو الصح والعمل والمتانه. 7000 درهم اللي هي 140 الف ريال. ها لويزه الفنه، ها لويزه اللي بقات وحيده، هادي اللي الناس كلشي حماق عليها، كلشي تسطع عليها الفن، ولكن دوماج دورات الغيره. اليوم الثمن ديالها اللي هو 16000 درهم، مليون و120 الف ريال. مليون و120، 1 2 3 4 5 د لويزات، مليون و120 الف ريال. اه المليح لاله المليح، مليون و120 الف ريال. كدي اللويزات ودي الذهب ودي كلشي، مليون و124 الف ريال. مليون و120 الف ريال ماشي مليون وهذا، مليون و120 الف ريال. ها هو الويزا اللي عنده اليد صغيره ماشي كبيره، بعدا الطاي كبيره، راه الاولى اللي كانت طاي كبيره، اما هذه راه دوره صغيره. مليون و120 الف ريال صح العمل والمتان. مليون و120 الف ريال، اللي بغا يدير السكرين او مرحبا. مليون و120 الف ريال، ها هو اللي بغا يبرع راسو، اللي بغا يبرع راسو. خوتي كاين هذا الخاتم ب 380 درهم للغرام، ها هو هذا داير لكم هميزه لكم 380 درهم 10.9 380 درهم، كيطيح عليك ب 4150 درهم، 4150 درهم، 4150 درهم. اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا. 4150 درهم، غزال 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 هذا الموديل. 4150 درهم لا ليونس، هذا ب 380 درهم للغرام، بلاص ما ديه ب 450. اليوم الثمن ديالو اللي هو 370 380 درهم للغرام، 4150 درهم، 4150 درهم. لا لا ها هو خويتم الصح والعمل ديال الباطو، ها هو كيف كيتلبس كيفاش كيجي، يعني كيجي شاد هاد اليد من هنا لهنا. الثمن ديالو اللي هو 4150 درهم. ها هي غزال غزال هاد الموديل الصح والعمل، واللي ما بغاش يشري الذهب وصافي. ها هي المليحه لاله ربيعه، تحيه لك لاله اكرام، كنصيفط لك وسيم كنصيفط اختي اكرام، ما شفت الميساج ديالك. الا لا ويا لاله، ها انت يا لاله شوفي لي هاد الكريمطه اللي غزاله غزاله، هاد لا كوغميت العنق خفيفه وزوينه وصحيحه وثمن جديد مناسب. هادي يا لاله الثمن ديالها اللي هو 4200 درهم، 4200 درهم اللي هي 410 او 4200 درهم 420 اورو، 420 اورو. هي غزاله وثمن جديد مناسب. 4200 درهم اللي هي 84000 ريال، 84000 ريال. هذا الموديل هادو اللي عجبات يدير لها سكرين او مرحبا. 4200 درهم 84000 ريال، 84 لا شي حاجه اللي زوينه. 84 الله على قويتي. 4200 درهم لي 84000 خويا سنه سعيد، بغيت نسلب سمي اختي يحيى. بالنسبه خويا يحيى بالنسبه لسنيسلات 600 1700 الف. مرحبا اختي اكرام، انا غنسالي اللايف ان شاء الله نجاوبك، ان شاء الله غير نسالي اللايف وانا معك اختي. 4200 درهم 84000 ريال، 84000 ريال. وانا غندوز لكم المليح المليح وما ادراك ما المليح. لا بروموسيون اللي هي هذه، اللي كانت ب 10000 ترجع ب 9000، اللي كانت ب 9000 ترجع ب 8000. ها انا هادشي ما تسالوني، غنمتعكم اليوم. وبالنسبه اللي بغى واحد يزيد 100 درهم على الحساب كيف غتشوف،
المهم انا نوريكم كيفاش ديروا تحسبوا. عندكم لالا دو براسلي هما اللي باقيين ليا دابا، هادو جوج براسليات اللي مازالين، اللي بغا واحد مرحبا. هادو جوج بلاص ما ديهم ب 7300 درهم، الثمن ديالهم هو 6300 درهم. هادو 6300 درهم جوج براسليات، بغيتي واحد زيدي 100 درهم عليه، ها هو الثمن ديالو اللي هو 126000 ريال. بلاص ما ديهم 146000 ريال، اليوم دايرين لهم غير 126000 ريال. هادو جويجات، هادي الميزان الاولى حتى هي 126000 ريال، كدي دو براسلي الصح والعمل والمتانه، الثمن ديالهم اللي هو 126000 ريال. 126000 ريال كيجي ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. دو براسلي ها هي هادي الهمزه الاولى، هادي الدوره 18 19، 126000 ريال دو براسلي الصح والعمل والمتانه، 126000 ريال. اللي جا لهم الاول بالصحه والراحه، رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 170 69، ومرحبا. هادو ها هما واحد اخرين، هادو دي موديل اللي واحد اخرين عاوتاني اللي غايجيكم ثمن جد مناسب، ها هما خطيرين. ثلاثة كانوا ب 9500 درهم، كانوا 9500 درهم، اليوم الثمن ديالهم اللي هو 8800 درهم. هادو ثلاثة ديال اللي بغاصلي ب 8800 درهم، اللي هي ب 176000 ريال، 176000 ريال. هادي الهميزة الثانية، هادي من الهميزة الثانية ناقصين لكم تقريبا 800 درهم فيها، 8800 درهم، اللي هي 176000 ريال. ها هي لالا الا بغيتيها ديري لها سكرين ودخلي عندي انتي الاولى، 176000 ريال. ثلاثه ديال اللي بغاصلي ها هما مسيختين بالحجر، اللور ديالهم هو منقوش والصح والعمل، الدوره 18 19. ندوزو لكم لي 3 بغاصلي، هادو الفن، هادو الحلاوه، هو هادو ديال البغاصلي اللي الصح والعمل، كانوا الثمن ديالهم اللي هو 9500 درهم. ثلاثه ديال اللي بغاصلي اليوم الثمن ديالهم اللي هو 8600 درهم، ثلاثه ديال اللي بغاصلي ب 8600 درهم، اللي هي 172000 ريال. ثلاثه ديال اللي بغاصلي ناقصاكم تقريبا 900 درهم حتى هي هنايا، الثمن ديالهم اللي هو 8600 درهم اليوم، الدوره 18 19، 8600 درهم اللي هي 172000 ريال. ها هي الهميزه الثالثه، الهميزه الثالثه هي هذه 8600 درهم، 172000 ريال، 172000 ريال. هادو الثمن ديالهم ناقصات 900 درهم، 800 درهم. انا دوزت لكم الهمزه، ندوز لكم الهمزه الرابعه. الرابعه يا لالا عندك فيهم بغاصلي واحد، بغاصلي واحد اللي دايرين له تقريبا الثمن ديالو 3000 درهم. هذا بلاص ما دير ب 3500 درهم، هادو الثمن ديالهم اللي هو 3500 درهم، اليوم الثمن ديالو هو 3000 درهم. هذا 3000 درهم اللي هو 3000 درهم، 60000 ريال 3000 درهم. هذا الهمزه الخامسه، 3000 درهم اليوم الثمن ديالو اللي بغا يديه للميمه ديالو، ناقصك 500 درهم فيه، الثمن ديالو هو 3000 درهم، 60000 ريال 3000 درهم. هذا بغاصلي 3000 درهم هي 3000 درهم، 60000 ريال. راه نبرعكم شي شويه بالميدلاس، ها هو مازال لي واحد اخر. هادو وحيدات اللي زوينين، تقدري تلبسي غير واحد فيهم. هاد الموديل دابا اللي غنوري، هذا بلاص ما تشري غورميطا وتقطع لك، شري بغاصلي وتهني. هذا اختي راه ب 3500 درهم، بلاص ما ديه ب 3900 درهم، الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم. بغاصلي واحد الصح والعمل، ها هي الثمن ديالو هو 3500 درهم، اللي هي 70000 ريال 350 اور، ما فيه لا حجر لا والو، بلاص ما دير غورميط وتقطع لك دي هذا 3500 درهم. من بعد بغيتي ثلاثه مرحبا. كاين لالا ديال الاكس، الاكس ها هو جبناه، حتى هو داير الثمن ديالو اللي ديه ب 4000 درهم، ديه اليوم ب 4700 درهم، 4700 درهم اللي هي 94000 ريال. الا عجبك دير له سكرين ومرحبا، ومن بعد انا غنجمعهم لكم ونعطيكم الثمن. 4700 درهم اللي هي 470 اورو، 94000 ريال، 94000 ريال. هذا الموديل اللي عجبو راه خطير خطير، هذا الموديل هذا اللي بغاه يكفي انه يتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3700 درهم، 3700 درهم اللي هي 370 اورو، 74000 ريال. هادو موديلات لي خطيرين، 94000 ريال. بس نسيف بي طاي صغيرة إلا كان ديال اش أختي بغيتي، ها اللي بغيتوها كاين عندنا، كاين هاد البغاصلي هذا اللي بلدي، هذا البلدي كي كتشوفو، البلدي اللي أصيل، الثمن ديالو اللي هو 190000 ريال. هذا الفن، 190000 ريال هي 9500 درهم، 9500 درهم. ها هو غزال مضوبل من الداخل والذهب هاز تبارك الله، الثمن ديالو هو 9500 درهم، 950 اورو،
950 اورو هذا الموديل اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. 9500 درهم هي 950 اورو اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا. ها هو غزال اللي بغا يدير له كابتيغ ديكرون ومرحبا، الف مرحبا بكم. هذا الهمزه الثامنه. هذا عاوتاني هميزه، هذا هميزه يا لاله. هذا الثمن ديالو اللي هو 6500 درهم بلاص ما دير 7500 درهم. لاله هدى بالنسبه للواتساب ديالنا هو 06 52 15 78 66. هذا الثمن ديالو 6500 درهم، 650 اورو اللي هي 130000 ريال. هذا الثمن ديالو اللي هو 6500 درهم، 650 اورو اللي هي 130000 ريال. اللي عجبات شي حاجه ديال السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا بالجميع. الثمن ديالو اللي هو 6500 درهم، 650 اورو. فيهم هذا البغاسلي هذا لي بيان سيغتيي، هو من جناب سيغتي ومن الوسط راه منقوص. الثمن ديالو كومبلي ب 6500 درهم، 6500 درهم اللي هي 130000 ريال، 650 اورو. اللي عجباتي ديال السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 6500 درهم. اما هذا اختي راه داير الثمن ديالو اللي هو 3 مليون قل 100 درهم. هذا 3 مليون قل 100 درهم اللي هي 2 مليون و 198 الف ريال. عندنا واحد 10 الثمن ديالهم حتى هما 3 مليون و 20 الف ريال. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3 مليون و 20 الف ريال تقريبا. ها هي تقريبا 3 مليون، نشوفوا لكم شحال. هادو الثمن ديالهم اللي هي 3 مليون لاصق تقريبا، 3 مليون قل 100 درهم حتى هما، وكاين هذا ب 3 مليون قل 100 درهم اللي بغيتيهم اختي بالصحه وراحه ومرحبا. 3100 درهم اللي هي 172000 ريال. 3 مليون قل 100 درهم اللي بغيتيها، اما 10 من هادو او لا واحد من هذا، هادو كتخبعي فيهم الواحد اللي بغيتيهم مرحبا. هادو الثمن ديالهم اللي هو مليون و4 مليون 3 مليون قل 100 درهم. هانتم كيفاش كتشوفوا ملي 3 المليون وقل 100 درهم، ها هما اللي بغاهم يديروا لهم سكرين ومرحبا. هذه اللي عجبات شي حاجه ديال السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. ها هما غزالين غزالين المليح. سمعوا 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 ليا الاغاني، ها هو المليح. غندوز لكم واحد لاغورميت اللي غزاله، هذه غورميطه ديال الشوبا ديال الرويال. الثمن ديالها كومبلي ب 4500 درهم اللي هي 90000 ريال، 450 اورو. هذه ب 450 اورو اللي هي 90000 ريال اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا. 4500 درهم هي 90000 ريال، 450 اورو. هذا الثمن اللي جد مناسب وفي متناول الجميع ومرحبا. 4500 درهم هي 90000 ريال، 450 اورو، كتجي غزاله ومرحبا بالجميع. اللي بغى شي حاجه مرحبا. اما واحد لا موديل واحد اخر كاين هذا ب 2200 دي غاليه، 44000 ريال. وكاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو ب 5000 درهم، هذا ب 5000 درهم هي 100000 ريال. ها هي كتجي في هذا الخريشات اللي ما فيهم الحجيرات لا والو. الثمن ديال اللي هو 5000 درهم 100000 ريال، 500 اورو. ها هي اللي بغى شي حاجه يدخل عندنا سي واتساب ومرحبا بالجميع. 5000 درهم اللي هي 100000 ريال، 500 اورو. ما تنساوش ديروا بارطاج مع لي زامي ديالكم. ها هما غزالين هاد لي موديل، 4500 فيها رويال كبيره وخريشات. وكاين هادي الثمن ديال اللي هو 5000 درهم، وكاين هادي الثمن ديال اللي هو 2200 درهم طوانك بالفيز. كاين اختي سميره مرحبا، اللي بغى شي حاجه من هادو يدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. اثمنه اللي جد مناسبه وفي متناول الجميع، اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا به. وما نسيناش الناس اللي باغيين شي حاجه اللي زوينه، كاين هاد لي موديل هادو ديال 1000 درهم 20000 ريال، غورميت صحيحه وزوينه. الثمن ديالها اللي هو 1000 درهم 20000 ريال، 100 اورو. هادو 100 اورو اللي هي 1000 درهم 20000 ريال. اللي باغ شي حاجه يدير السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، 100 اورو. هادو ب 1000 درهم 20000 ريال اللي هي 100 اورو اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا والف مرحبا بكم. كاينه الخميسه العوينه اللي بغيتوها موجوده عندنا. الثمن ديالها اللي هو 1000 درهم 20000 ريال، 100 اورو. وصلنا لنهاية ديال الحلقة، وشكرا للجميع على البارطاج ديالكم وعلى المساند ديالكم لينا. الله يحفظكم لينا وسنة سعيدة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو ان شاء الله. وان شاء الله نزيدو حتى حنا نعطيو في المجال ديالنا، ونزيدو ان شاء الله من التألق وتألقوا معنا ان شاء الله، وتتقداو من عندنا، وكل شيء ان شاء الله يستافد من هاد لي بروموسيون اللي كنديرو. ونتمنى يكون هاد العام دوزناه معاكم اللي زوين، يعني يكون داز عام زوين معاكم، لا بالتعامل لا بالذهوبات لا بكل شيء، لا بالبيع والشراء لا بالتواصل ديالكم معنا. واخا بعض المرات كنكونوا معطلين، مي راكم عارفين الخدمه ديال الواحد بوحدو راه هي هادي. وبغيناكم حتى نتوما تكونوا راضيين على المنتوج اللي كنعطيوكم، وعلى التعامل ديالنا، وعلى بزاف ديال الحوايج. ومرحبا والف مرحبا بكم. واش غنقول لكم، ما سخيتش بكم، ولكن وصلنا قلت لكم النهايه ديال الحلقه، وريتكم لي زارتيكل كامل اللي داير فيهم بروموسيون على وديتكم بانكم تكونوا دائما راضيين علينا.
ومرحبا والف مرحبا بكم. انا اي حاجه احتاجيتوها كاخوكم ولا كولدكم، بغيتي تحتاج شي نصيحه ولا هذا تستافدوا في شي حاجه ديال الدب، مرحبا والف مرحبا بكم. وانت انا كنستافد منكم وكتعلم منكم، والله يحفظكم ومرحبا والف مرحبا بكم. تصبحوا على خير وسنه سعيده. لاله حليمه الله يحفظك لينا وعليك باش ما تمنيتي، لاله ليليا وعليك الله يحفظك والله يبارك فيك، ام اسين تحيه ليك مرحبا والله يبارك فيك، لاله فاتي والله الا مرحبا والله الا لا لا راكم عزازين وغاليين ما سخينا حتى للدعاء والله ما سخينا، مرحبا والف مرحبا بكم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. الله يحفظك لا تزريز تيت، الله يحفظك علينا وعليك باش ما تمنيتي. حنا اون فاصلة فارماسي لالا صباح، اون فاصلة فارماسي اسماعيلية، قولي داك نصب ديال لي لور عافاك. هذا خشي شي 12500 واقيلا داير، الله ما عقل بالضبط ما كاتبش لي بخي عليه. سنة سعيدة الله يجيب السيرة باش نجيو عندك ان شاء الله الليلة، الله يدخلها عليكم بالرزق والصحة والسلامة. الصحة هي الأولى عاد الرزق، الصحة والسلامة ان شاء الله والرزق، وباش ما تبنيتو ان شاء الله وبالنجاح لوليداتكم وبزاف ديال الحوايج. المهم راكم عارفين الله يسهل على الجميع. لالا باتو الله يبارك فيك علينا وعليك باش ما تمنيتي. لالا سميرة تحية ليك مرحبا ألف مرحبا بك ومرحبا بالجميع، واللي ما عمرو تقدم عند المجوهرات ان شاء الله يتقدم عندنا، والله يعطيكم شي رزيق ساهل ما ان شاء الله. نشوف لي كومونتير دابا. الله يحفظك على لا أميمة الله يحفظك الله يبارك فيك. لالا سامر صامدي مرحبا وعليكم السلام الله يحفظك، الحمد لله الله يسهل عليك. السلام اختي فاطمه وعليكم السلام اختي بخير مزيان مرحبا الله يحفظك. لالا نعيمه تحيه ليك، تحيه لجميع المتابعين ديالنا. لالا نسري الله لا اله الا انت الله يحفظك. لالا ليلى الله يسهل عليك. عصير الصابون اختي زهراء 3 المليون قل 100 درهم، 3 المليون قل 100 درهم. الى عجبك دير لي سكرين ودخل عندنا الواتساب باش ما عندك داك الشيء غزال. لا لا نيطا بصحتك وراحتك والله الا مرحبا والف مرحبا بك. تايماكس الله يحفظك. لا نعيمة علينا وعليك. لا لا ام اكرام الله يسهل عليكم ومرحبا والف مرحبا بكم دائما عندنا. حنايا هنايا كيف قلنا لكم غير باش نرضيكم ان شاء الله. بغيت بغسلي بلدي طاي صغيره مازال كنسوق اختي اميمه. ها هي الا بغيتي بحال هذا ولا لي زارتيك اللي دوزت قبل من هذا. هم ايا اللعبة ديال لويز لا غورميت شي حاجه للهبال هي هاد. المره الله يجيبكم اختي نهوال عندنا على خير وبخير وكلشي، راه الناس ديال الغربه كاملين راه مكرهوش يرجعوا لبلادهم. يا الله يسهل للجميع. زعما غير زعما اختي ام عبدل غير داخل المغرب، غير داخل الا كان شي حد من العائله ديالكم وممكن تكلفيه بلا كوموند ديالك ونصيفطوها لك اختي. سمو سيم سعيد تدخل عليك بالصحه والسلام الله يحفظك اختي ليلى علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله. والله يسهل عليكم كاملين والله الا زعما راكم ما كنسخاش بكم في ملي لايف والله الا ما كنسخاش، ولكن راه جيت مع طلال اليوم جيتي مع الفينال. هادوما نتوما عندكم البوناني ما تقوليش بوناني، قال له ما تقوليش بوناني هذاك ديال قال له بوناني هو يا دي ويا اختي حزان. راه كيف الحسيمه تسلمينا على الناس الحسيمه الله يعمرها دار. والله الا بغيت نمشي للبحر ديالو حسيمه مشيت لهاد الريف تمام ريفي انت ياك. لا والله يعطينا وجهك. انا من فرنسا شحال لونسومبل اختي عتيقه مرحبا مرحبا والف مرحبا. ها ومن هنا كنقول لكم واحد النداء للسي ايكو ياك. ايوا زعما بغيتي ندير لك شي نداء نديرو لخويا راه ما كاينش المشكل عزيز وغالي. لا اجلس حدا اخوك
رينا عفاك خاصين ب 1000 درهم خصي دوزناهم ديال 1150 درهم ديال 1500 درهم لا فارماسي اسماعيليه اون فاسانا ليها راه مكتوبه في البلاكه ديالنا بيجوت غير السلام يعني المحل دابا راه عمرناه لكم بلي بلاك وبلي بلي زافيش باش هكا تقدروا تعرفوا تكون كبيره المهم راني دوزتكم بزاف ديال لي زارتيكل نتمنى يكون عجبكم هادشي بزاف وتصبحوا على خير وسنه سعيده الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا ان شاء الله بشي حجه ليكم ولوالديكم او شنو نقول لكم الله يعاونكم السلام عليكم.